هل يستطيع السيد العبادي أن يقول كم من وزير أو مستشار في حكومته متهمون بالفساد أدينوا أو تمت إحالتهم للقضاء؟ وكم من برلماني متورط؟ نعم، 325 نائبا متورطون، لا يوجد أحد بهم نزيه، حتى وزراؤك أو رؤساء الكتل والأحزاب كلهم فاسدون، وهم يعلمون هذا جيدا، لكن يحاولون إخفاء فسادهم بشتى الطرق. أهلي يا عراقيين، إن القروض التي وقع عليها العبادي هي قروض سيادية، إما أن يتم الحجز على النفط العراقي أو على شركات العراق الدولية كالخطوط الجوية العراقية وما شابه ذلك، أو حتى قد يتم الحجز على المستشفيات الحكومية أو الفنادق الدولية مثل فندق الرشيد أو الشيراتون، أو حتى يمكن الحجز أو بيع القصور التي يقبع بها الفاسدون، وهذا لا يهمهم لأنهم سرقوا من العراق ما يكفيهم هم وعوائلهم إلى أبد الأبدين.